يترقب سكان قطاع غزة سير عمليات التفاوض في القاهرة بعد تمديدها ليومين إضافيين. آخر ما سرب من الأروقة السياسية والغرف المغلقة هو أن حماس أبدت الكثير من المرونة في قضية التبادل، لكنها تصر على شرط الانسحاب وعودة النازحين. بنقول يا رب قبل رمضان تخلص الأمور، لأنه الناس خلاص تعبت، يعني حتى لو عند قريبك، حتى لو عند هذا، الوضع صعب على الكل، ومش الكل معه، في معه وفي ما معهوش، اللي معه الحمد لله، واللي ما معهوش يعني بتيجي بيقولوا في تدخل مساعدات وبتدخل مساعدات، في ناس بتشوف إشي وفي ناس ما بتشوف إشي، واللي بتشوف إشي وضعه صعب جدا جدا جدا. الفلسطينيون ككل يتخوفون من دخول شهر رمضان مع استمرار الحرب وبقائهم في مراكز الإيواء والنزوح. رمضان تحديداً له خصوصية خاصة عند كل الناس، له طقوس خاصة. اليوم أنت فيش بهجة رمضان، أنت بتستنى في رمضان فيش له بهجة. قبل 4-5 أيام من رمضان الناس بتبدأ تشتغل، الشوارع بتنتلي زينة، بتعمل حاجة للناس. اليوم فيش شيء، لا موضوع التهدئة ضروري، مش تهدئة، المفروض خلصنا بكفي يعني. ويبقى نجاح المفاوضات من عدمها مسألة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً قضية اجتياح رفح برياً، وهو أمر قد يزيد من حجم معاناة الفلسطينيين وكذلك أعداد الشهداء والمصابين. مع انقضاء الوقت واقتراب شهر رمضان من الدخول، تزداد المخاوف لدى الفلسطينيين في غزة من أن تستمر الحرب خلال أيام هذا الشهر الفضيل. غزة العلول، رفح، رؤيا.